الآن نتحدث عن الإضراب الذي تخوضه تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي. تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في المغرب دعت إلى إضراب وطني اليوم بملف مطلبي أبرز ما يضمه ربما المطالبة بالزيادة في الأجور 3000 درهم لكل أساتذة التعليم الثانوي، وزيادة خاصة ل أساتذة التعليم خارج السلم 3000 درهم أيضا، ومطالب أخرى إلى جانب الإضراب اللي كاين اليوم في مختلف المؤسسات التعليمية وبوقفات احتجاجية. تدعو التنسيقية إلى وقفات احتجاجية يومية، ساعتين صباح ساعتين في العشية. علاش هادشي كامل؟ هادشي اللي غنحاولوا نفهموه دابا مع عضو تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في المغرب، سي أسامة المتوكل اللي كيلتحق بنا من مراكش، وهو واحد من الأساتذة. سي أسامة المتوكل، صباح الخير ومرحبا بك معنا على شدا فهم. صباح النور سي كريم، وسعيد بتواجدي معكم على بلاطو شدا اف ام. احنا ماشي سعادة انك تكون معنا، ماشي لانك انت، لانه ما بغيناش يكون الوضع في المدارس التعليميه ديالنا فيه الاضرابات للاسف. السيمانه اللي فاتت كان نهار الاحتفاء بالمدرس كان فيه اضراب، اليوم عاوتاني اضراب جديد. كنا كنتمناو انه بدايه الموسم تكون سلسه ويكون انسجام وتوافق ما بين الهيئه التعليميه والوزاره، ولكن هذا ما نحن فيه اليوم. سي اسامه المتوكل، شنو اللي وصلنا اليوم في بدايه الموسم المفترض بواحد طموحات كبيره اللي عند الشارع المغربي، عند الاسر المغربية، تعبر عنه أيضا الحكومة المغربية، ولا شك أنه الهيئات التعليمية تاهية والتدريسية كتقاسمه. شنو اللي خلانا نعيشه هذا الوضع، هذا إضراب السيمانة اللي فاتت، إضراب اليوم، وقفات احتجاجية كل يوم، شنو واقع؟ عدم الإنصات يعني عدم الإنصات للفئة التعليمية جميعها التي أضربت الأسبوع الفارض وتضرب. عدم الإنصات وكذلك إقصاء جميع هذه الفئات، يعني إقصاء الأستاذ بشكل عام من أي امتياز، من أي زيادة في الأجور في النظام الأساسي الجديد الاستعبادي. عندما تضيف مهاما لعامل، لشخص عامل، لأستاذ عامل، ولا تزيد في أجره، فماذا نسمي هذا؟ ألا نسمي استعبادا؟ واخا هذا الملف المطلبي ديالكم سي أسامة المتوكل، نعم. ما نقولش اللي لخصته، ولكن فقط التقطت منه جوج الارقام مهمه وكبيره. 3000 درهم طالبوا بها كزياده لجميع اساتذه التعليم الثانوي، وصحح لي اذا اخطات، نعم. و3000 درهم زياده للاساتذه اللي عندهم اوغيشيل خارج السلم. باش لكي اوضح، فهي زياده، فهي مطالبه بالدرجه الجديده اللي كانت اتفاق ديال 26 ابريل 2011. كان يجب ان تكون هناك درجه جديده في التعليم الثانوي التأهيلي. للاسف الحكومات المتعاقبه من بعد ربيع العربي حكومات الترا ليبراليه لا يهمها قطاع التعليم، يهمها الماركتينغ التعليمي فقط. شنو جاوبكم على هاد جوج مطالب على الاقل؟ واجابات للاسف انه لا شيء. الاجابات هو شهادات كرتونيه، أنه تمت الزيادة في الأجور لجميع موظفي القطاعات الحكومية العامة المختلفة، العدل، الأمن، الداخلية، جميع القطاعات، الصحة، إلا الأستاذ. والأدعى من ذلك أنه فئات نهنئها على زيادة في الأجور، المفتشين، طيب المديرين. هذه المطالب واش منطقية؟ ممكن منك الحراس العامين، المديرين، النظار، الكل كانت له زيادة في الأجر إلا الأستاذ. حجم الزيادة هو السؤال اليوم. زيادات كرتونية. حجم الزيادة كطالبوا ب 3000 درهم، واش منطقية 3000 درهم؟ منطقية مع زيادات صاروخية في الأسعار، منطقية مع التضخم المفبرك، أنه تضخم في الأستاذ لا يجد كيف يكمل الشهر، ماذا يفعل أستاذ؟ شحال هو معدل الاجور دابا اللي عند الاساتذه ديال التعليم الثانوي؟ معدل الاجور كاينين اساتذه الذين يبداون ب 5000 درهم، يعني اساتذه الدرجه الثانيه، يعني 5500 درهم تيبدا بها هذا الاستاذ. هذا نريده ان يفتح بيتان، ان يكون مستقرا نفسيا وماديا، ويعطي وتيبدا
وخصو في هذا اللي تنتكلموا عليه احنا الدرجه الجديده، راه ما هذه بلقات تيجي واحد 20 سنه الاقدميه ولا 25 سنه الاقدميه. من بعد 20 سنه شحال يكون الاجر ديالو؟ ايوا من بعد 20 سنه، من بعد 20 سنه وال 20 سنه تيكون الاجر ديالو واحد 11000 درهم، يعني الاجر الذي يبدا به جميع الموظفين اللي تيكونوا عنده بنفس الدبلوم في القطاعات العموميه الاخرى، والذي يبدا به اولاده في القطاع الخاص الذين رباهم ودرساهم. للاسف انتم كتشوفوا ان هذه الاجور هذه غير متناسبه وغير متكافئه مع العمل ديالكم، مع المجهود اللي كتقدموه. مع العمل واش ليس فقط مع العمل ديالنا والمجهود ديالنا، غير متكافئه حتى مع منظومه الوظيفه العموميه. تتاخذ استاذ وتتقارنه بموظف اخر بنفس الشهاده بنفس التكوين، ستجد فروقات هائله. لهذا نطالب احنا مماثله اجور قطاع التعليم مع باقي الوظائف العموميه وخصوصا الماليه الماليه العدل الداخليه. لماذا يستثنى الاستاذ من التعويضات؟ لماذا الاستاذ يتعرض للاذلال وللاستعباد؟ اليوم كتعتبروا وكتشوفوا انكم كتعرضوا للاستعباد والاذلال لهالدرجه؟ نعم، كاين استعباد واذلال الاساتذه، لانك حتى تضيف الي مهام جديده وبغيتيني نعطي وتدير واحد الماركتينغ اعلامي بانه راه كاين تحفيز وكاين وكاين وكاين. دابا انتم عندكم المشكل في المهام الجديده، مثلا انكم دخلوا النقاط وجدوا امتحانات وهذا الشيء، ولا المشكل عندكم في انه هذا الشيء ما واكبوش المهام الجديده مثلا نقولوا انه ادخال النقاط الى منظومه مسار، المشاركه الالزاميه في الحياه المدرسيه، رغم ان الاساتذه يشاركون في الحياه المدرسيه. طيب وكاين غادي يقول لك مثلا، غير اسمح لي سي اسامه المتوكل بسرعه افتح معك هذا القوس قبل ما نسولك على الاحتجاج ديالكم. وكلا ما عجبكش الحال في القطاع العام، علاش ما كتمشيوش للقطاع الخاص وممكن كيعطي فرص اكثر وامتيازات افضل؟ احنا موظفين قطاع عام، يعني احنا مشينا دخلنا الوظيفه العموميه على اختيار واقتناع، والدولة للأسف هذا الاختيار والاقتناع باش نخدمو في واحد القطاع الأساسي وحيوي في جميع الدول، وهذا القطاع الأساسي والحيوي يجب الاهتمام به كما جميع القطاعات الاجتماعية إذا كنا فعلا ننادي بالدولة الاجتماعية. دولة اجتماعية، اوكي. خليني اطرح معك السؤال الاخير سي اسامة المتوكل، واش ماشي احتجاج مبالغ فيه من عندكم انتم؟ واش كاين تناسب؟ كنتكلموا فقط، خليني نقدم للمستمعين وعندك حق التعليق، كنتكلموا اليوم على اضراب وطني في قطاع التعليم الثانوي التاهيلي كله، لكن ايضا طيله الاسبوع 4 سوايع كل نهار، ساعتين في الصباح وساعتين في العشيه، وقفات احتجاجيه اللي جمعناها على 5 ايام ولا 6 ايام، فكتعطينا واحد 20 ساعه اضافيه ديال الاضرابات. واش هذا الشيء متناسب؟ ليس 20 ساعه، شحال؟ بل ساعتين، لان الاستاذ يدرس من في الغالب 4 ساعات يوميا. هذا ليس مبالغ فيه. لماذا؟ لانه للاسف الشديد احنا راه من السنه الماضيه ونحن نحتج، والوزاره لا تنصت، والنقابات اللي وقعت على هذا الاتفاق لا تنصت، والان سيتم تضييع اكثر من 2000 مليار سنتيم في هذا النظام الاساسي الاستعبادي، ولن تؤتي اكلها. علاش؟ لانها لم تدخل الى القسم. المهم في المنظومه راه هو الاستاذ، لم يتم التعامل معه، وبقيت هذيك 2000 مليار سنتيم راه مبلغ ضخم جدا، وهذه وقعنا في المخطط الاستعجالي ملايين الدولارات ولم تدخل الى القسم، وهذه وقع نفس الشيء هنا في هذا المخطط. علاش؟ لانه المخططات لا يتم الانصات الى القاعده، الى الشغيله التعليميه، الى الاساتذه. نطالب بزياده عامه في الاجور، لان تضخم ضخم. نطالب الى ما تعطاتكمش هاد المطالب بمماثله اجورنا مع القطاعات الاخرى. الى ما تجاوبوش مع هاد المطالب شنو احنا للاسف الشديد راه سنهاجي، وحنا وليس لسنا الوحيدين، راه الاساتذه مثلا المفروض عليهم التعاقد الذين سموا بانهم اطول اكاديميه، والذي يقول هذا النظام حتى هو بانه راه يحفز
بأنه قام بضمهم إلى أسلاك الوظيفة العمومية ولم يضمهم إلى أسلاك الوظيفة العمومية. كل فئة أساتذة تحتج، حتى هذوك الإدارة التربوية مثلا اللي قلت لك مثلا بأن المديرين تعطوهم تعويضات يحتجون الآن. علاش؟ لأنه دوك التعويضات ما تعطوهمش على الإطار، تعويضات عن المهام، يعني ما جيت تحسبوا لهمش في التقال. إشكال كبير. شكرا لك سي أسامة المتوكل. باختصار النقابات لصغط مع الوزارة والشغيلة التعليمية كاين واحد القطيعة ولا ينصتون إلينا ولا يمثلوننا. شكون هما النقابات؟ زيادة عامة. نعم، لا هذه دابا مشكلة فوق المشكلة من ولات النقابات ما كتمثلش الشغيلة. هذا موضوع نرجعوا ليه. شكرا لك سي أسامة المتوكل. ولكن لا إله إلا الله، ملي كتولي النقابة متبرئين منها الشغيلة اللي خاصها هي تدافع عليهم مع الحكومة، وهي اللي جالسة مع الحكومة كتوقع باسمهم وهما ماشي اسمهم، وفي الاخر هادشي لا يلزم احدا. النقابات مدعوه للتوضيع على اي حال، والبلاطو للنقاش مفتوح ايضا. حق مد اللي ماشي حق مد، واجب التوضيح والجواب مفروض على وزارة التربية والتعليم اليوم تفاعلا مع هذا الموضوع، لأنه ما بغيناش ندوروا العام كله إضرابات ووقفات احتجاجية. شكرا لك سي أسامة المتوكل، كنت معنا من مراكش. تعود التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، كنذكر أنها اليوم كدخل في إضراب وطني في مختلف مؤسسات التعليم الثانوي. أبرز المطالب زيادة الأجر 3000 درهم وزيادة درجة خارج السلم 3000 درهم إضافية، مع مجموعة من المطالب الأخرى اللي قدموها اليوم الأساتذة.